في يوم 21 سبتمبر حصل موقف كبير جدا مهم جدا روايته، وهو أن الحوثيين سيطروا على العاصمة صنعاء وبدأوا اقتحامها من جهة المطار باتجاه الوسط وباتجاه المناطق اللي فيها الدبلوماسيين وفيها دار الرئاسة. في الساعة 4 العصر تلقيت اتصال من الفريق علي محسن الأحمر، كان رتبة اللواء، كان هو مسؤول عن الفرقة العسكرية الأولى وكان مسؤول عن المنطقة الشمالية الغربية، وقال لي أنا عند الرئيس وجايك. فقلت الله يحييك، فتوقعت أنه يحمل رسالة من الرئيس اليمني، فبلغت البوابات والأمن، أمن السفارة، بسرعة دخل علي محسن دون إجراء أي تفتيش. فدخل علي محسن واستقبلته عند مدخل السفارة لأنه دخل فجأة، وديته الضيافة، فحكى لي عن الوضع. بعد عدة دقائق قال لي: يا محمد، أنا الحقيقة عشان أوقف الدماء وألا تتحول اليمن إلى حرب أهلية، أنا جيتك اليوم في وجه الله ثم في وجه ملك عبد الله. قلت: وصلت والله يحييك، وأنت ضيفي اليوم، وأنتظر أنا التوجيه من القيادة الرشيدة، وأبشر بالخير. وقمت بخطوات سريعة الله ألهمني إياها في ذلك الوقت، خرجت من الاجتماع فورا وأجريت اتصال بالأمير سعود الفيصل، كان وزير الخارجية الله يرحمه، وقلت له: سمو الأمير العلم كيت وكيت، هو الرجل يقولها في وجه الله ثم في وجه الملك عبد الله، وأنا وجهته حتى تأمرني. قال لي: أكرم ضيفك وضيفنا وبيجيك علم. عدت إلى علي محسن ورحبت فيه، قلت: حجيك غداك، ارتاحوا، وسحبت منهم جوالاتهم هم وأصحابهم وضعتها في صندوق، وقلت: من أنتم الآن تحت ضيافتنا وفي نفس الوقت في حكمنا، وعندنا مثل يقول الضيف في حكم المضيف، فلا بد أن تعاونوا معنا عشان عملية سلامتكم وأمنكم وسلامة أمن أيضا السفارة. بعد 5 إلى 10 دقائق جاء اتصال من الأمير سعود الفيصل أنه الملك عبد الله يبلغك السلام، يبلغ علي محسن السلام، يقول: خلاص هو في وجهي، وانتبه على وجه الملك عبد الله. قلت: دمي وجسدي في حماية سيدي خادم الحرم الله يرحمه الملك عبد الله وكل القيادة السعودية. وبدأت أفكر الآن كيف نتعامل مع المواقع، هذا واقع عندنا، وكيف أيضا ننفذ الأمر السامي الكريم، وفي نفس الوقت كيف نحافظ على سلامة السفارة. وأول ما طرأ على بالي مباشرة هو كيف أن الحوثيين يعرفون علي محسن عندي ولا علي عبد الله صالح بيقتحمون السفارة تحت حجة أن نبحث علي محسن، وأنه أنتوا اللي جبتوا علي محسن وصرتوا جزء من المعركة. احنا ما لنا علاقة، احنا سفارة، وعلي محسن لجأ إلينا بهدف رئيسي نبيل انه يوقف الدماء. فقررت اني اضع خطة سريعة وعاجلة، فكلفت الامن الدبلوماسي بالتمركز في المراكز المعينة لهم، سواء لحماية السفارة او القناصين او عملية الدفاع عن مناطق السفارة وتعزيز السفارة وعدم الدخول. وفي نفس الوقت وضعت خطة اني انا اخرج عربات علي محسن ومصفحات الوحدة كاملة خارج السفارة تحت غطاء علي محسن، زار السفير والتقى فيه وأعطاه رسالة وخرج. فبالفعل مسكت جماعة علي محسن وطلبت واحد، قلت: أعطوني أقرب واحد لك تثق فيه. فأعطاني عسكري السائق حق الخاص ومرافق له، قال: هذا المرافق وهذا السائق أثق من أثق فيهم. فمسكت المرافق ولبسته برهة علي محسن أو القبعة، وقربت السيارة لحد باب السفير بحيث انه، وبلغت الضباط السعوديين والدبلوماسيين السعوديين اللي كانوا في الخارج انه مجرد ما اودع عليكم تقول: مع السلامه يا فندم، مع السلامه الفندم اللي هو يسمونه في اليمن اللي هو علي محسن، مع السلامه يا فندم، استودعناك الله، شكرا للزياره. مجرد ما انا اودع العسكري هذا، ودعت المرافق هذا ودخلت على ان علي محسن وركب، وحركنا السيارات دفعه واحده، وخرجت جميع المصفحات وجميع العسكريين، ولا يبقى الا علي محسن وتسعه من المرافقين الخاصين فيه. أثناء خروج العربات أمرت مدير الضابط الأمن الدبلوماسي بالحديث مع الموظفين غير السعوديين في السفارة أنه سلموهم جوالاتهم وشكروهم وأنه عليهم الخروج. ثم بلغت القائم بالأعمال وبلغت القسم الإعلامي وبلغت من أعرف من الإعلاميين، قسمناهم إلى 3 أقسام، أنه علي محسن غادر مأرب، علي محسن غادر تعز، علي محسن غادر الحديدة، علشان. وبالفعل هو خرج أمام الملأ، سيارات مصفحة تحركت من السفارة اتجاه منزله، وبلغت الحارس الشخص ومرافق أن يدخل إلى القصر حق علي محسن، وفي الفلة الداخلية يسلم السيارة عشان ما يدخلون مع العساكر الآخرين يشوفون علي محسن مش موجود، طبعا السيارة مضللة. وبالفعل نجحت الخطة،
وانتشر في السوشيال ميديا وفي المواقع الإلكترونية أنه علي محسن خرج من السفارة وهرب إلى الحديدة وتعز، ومأرب أنه سيقيم يعني معسكرات جديدة لمواجهة الحوثيين في تلك المناطق. هذا الجزء الأول، المرحلة نجحنا فيها. باقي المرحلة الثانية اللي هو كيف نخرجه من العاصمة صنعاء، خاصة أنه اقترب الليل واقترب دخول الحوثيين من منطقة المنطقة اللي احنا فيها ودار الرئاسة. السفارة قريبة من ميدان السبعين، قريبة من دار الرئاسة اللي يقيم فيها الرئيس. فتواصلت مع فخامة الرئيس وبلغته أنه خادم الحرمين أمر بأنه يكون علي محسن في وجهه، وأنه نحتاج مساعدته، وأنه لابد أن أذهب إليه علي محسن، وكل ما كانت العملية أسرع كل ما كانت السلامة والأمان أكثر. تواصلت مع الرئيس وحركته بسيارات حماية من عند فخامة الرئيس، قلت أنا أحتاج سياراتك المصفحة الأكثر مدرعة، وأنا هدفي أنه غير أنها مدرعة سيكون معه فصيل حماية، بالتالي إذا شافوه الميليشيات قد يكون يشتبكون مع الفصيل، لأن يشتبكون مع السيارات اللي فيها مصفحة، والمكان قريب. بالفعل يعني جاتنا سيارات الرئيس ودخلنا إلى دار الرئاسة. هذه المرحلة الثانية نقلته من السفارة إلى دار الرئاسة. ثم وجهت زملائي في السفارة اللي بعدي أنه افتحوا الأبواب وخففوا إجراءات الأمنية عشان لا يشعر الحوثيين هناك شيء، وإذا حد يبغى يجي ولا يدخل دخلوا، تفضل الله يحييك السفير في زيارة بيجيك الحين. لما رحت دار الرئاسة دخلنا عند الرئيس، كنا نبغى طائرة هليكوبتر تقل لنا، قالوا الطائرات الهليكوبتر اليمنية لا تقلع في الليل ولا تقلع إلا في النهار. طبعا أنا ما أدري هل معلومة صحيحة ولا ما هي صحيحة، فاتصلت على القوات الجوية ولقيت شخص أنا لي عليه معروف في 2010 تقريبا، معروف شخصي، وكان رجل يعني من عائلة ومن قبيلة محترمة في اليمن، ورجل يقدر الوفاء. فقلت له أنا في دار الرئاسة وطلبنا طائرة هليكوبتر وقالوا ما تجي في الليل. قال صحيح وعندي بلاغ وهي بتجي بكرة. قلت ترى اللي في الطيارة زوجتي وأولادي الستة. وكان غاية الهديقة هو التمويه على ما أدري، هو يعرف أنه علي محسن، هو مع علي محسن، هو راح يدري الحوثيين ما يدري الحوثيين، كنت أريد أن أموه على هذا على هذه الغاية. وهو ما جاوبني، ما قال إنه يعني، هو قال أبشر عائلتك عائلتنا وأهلك أهلنا وإحنا جاهزين. وأنا كنت الحقيقة مستعد أسوي أي شيء في سبيل إخراج علي محسن تنفيذا لوجه الملك عبد الله والقيادة الرشيدة. فقال لي أبشر الفكرة الفجر الستة وأطلع لك الطيارة. الساعة 6 الصباح جاي بيقلع طائرة من مطار صنعاء للقاعدة العسكرية، الحوثيين رفضوا إقلاعها. رجعت له قلت تكفى ما ينفع دبرني يعني. قال أبشر أنا بكلم لك قاعدة العند فيها طيارتين. وفعلا كلم قاعدة العند وجاء طيار، الساعة 9:15 نزلت في مكان هبوطها داخل دار الرئاسة. دخلت في الطائرة سألت عن اسم الطيار، تأكد لي أنه ليس من 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 مقربين أو من موالين للحوثيين أو علي عبد الله صالح. وحملت يعني طلعت في علي محسن والتسعة زملاء اللي معه وودعتهم في الطائرة ونزلت من الطيارة. وأول ما قلعت الطائرة وتعدى 300 متر تقريبا شعرت بفرح كبير وفخر جميل وسعادة جميلة جدا لم تكتمل إلا لما تأكد لي أنه وصل إلى جازان واستقبل داخل أراضي المملكة العربية السعودية.